يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لابد أن تكون العطية بين الأولاد والبنات إذا كانت العطية من والدتهم أو جدتهم؟ هل لابد أن تكون بالعدل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ عموم الحديث يقتضي هذا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا عام للأب وللأم أن يعدلوا بينهم، والعدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث. نعم.